صباح الخير، نبدأ معكم بفقرة جديدة من أوروسكوب. خلينا نشوف سوا الحظ كيف رح يكون لتوقعات 24 الشهر. جولتنا بتبدأ مع برج الحمل، بتكون جريء بطرح المواضيع والدفاع عن حقك مع الشريك أيها الحمل، لكن شرط التحرك بالإطار الصحيح. مهنياً نظم أعمالك وراقب أرقامك وحساباتك وما تتكل على الحظ، وعليك الانسحاب أو الانعزال للتفكير. برج الثور، تعاطف الشريك معك بيفرض عليك المزيد من الشفافية بالتعامل معه. أما مهنياً ما تترك خيالك يسيطر على عقلك، لأن الأمور على أرض الواقع بتكون مختلفة. برج الجوزاء، بتكتسب جاذبية كبيرة وممكن تبرع بمهمة أو تسمع كلام الحب والغرام. أما مهنياً بتكون اليوم أكثر تكيف مع الأجواء ومع تبدل الظروف يلي بتحيط فيك وبتفرض عليك نمط جديد من التصرف. برج السرطان، بتشتد حدة النقاش بينك وبين الشريك وبتلاقوا مخرج لايق من الأوضاع يلي عم تمرقوا فيها. على الصعيد المهني بيكون مزاجك مرتاح بعد النجاح اللي حققته بآخر مشاريعك. برج الأسد، بتمضي أوقات طيبة مع الشريك يلي بيشرح لك طموحاته وأهدافه وبتسعوا سوا لتحقيق حلم عم بيراودكن من فترة. مهنياً بيسلط اليوم الضوء على الأمور المهنية اللي بتواجه بعض التحديات والعرائيل. برج العذراء، توصل لك أخبار حلوة متتالية، الأمر يلي بيساعدك على توطيد علاقتك بالشريك باللي بيتناسب مع طموحاتكن. على صعيد المهني بيركز اليوم على الشؤون المهنية يلي بتتعلق بمشاريع كبيرة. برج الميزان، بتخوض مغامرات من نوع مختلف أيها الميزان إذا كنت أعزب، وممكن تتحول إحدى الصداقات لعلاقة حميمة أكثر. مهنياً بتصب الاهتمام على مشروع خلاق فني وثقافي، وممكن تقدم عرض بيبرز كفاءتك ومواهبك. برج العقرب، بتوقعك عواطفك بمشكلة، فاعتمد على فطرتك بتوجيه أحاسيسك. أما مهنياً مع أنك بتحقق تقدم ملحوظ، ولكن عليك المثابرة بالاستمرار وعدم التكاسل. برج القوس، ما تخلي ضغوط العمل تأثر على علاقتك بالحبيب أيها القوس، فهو ناطر فرصة هدوءك ليعبر عن مدى حبه إلك. على الصعيد المهني اعتمد على نفسك وما تبين أمام الزملاء أنك فاقد الثقة بإمكاناتك اليوم. برج الجدي، لما تشعر بأي تغيير بتصرفاتك مع الشريك ما تتردد بطرح الأسئلة لتوضيح الأمور لإلا تتفاقم المشكلة. على الصعيد المهني عندك تشويش بالأجواء، ولكن هالشي ما رح يؤدي للابتعاد عن محيطك أو لحصول جفاء مع الزملاء والمسؤولين. برج الدلو، لازم تطلع من حالة القلق على المستقبل مع الشريك، وهالشي بتقدر تحققه من خلال الثقة بالنفس والشجاعة. على الصعيد المهني بيعطيك اليوم فرصة للتعبير عن أفكارك بالعمل، وبيشير لتجربة جديدة بتخوضها العلاقة بمكان بعيد أو بسفر. برج الحوت، تفاؤلك الدايم أيها الحوت وثقتك بالحبيب بيخلوه يشعر بالطمأنينة وبالاستقرار وبحبك الصادق له. على الصعيد المهني ممكن تكون تعبت بالعمل، ولكن ما تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات عليك إتمامها. أما مولود اليوم من برج العذراء، أنت شخص كتوم وغامض، ما بتحكي بهدف إثبات الوجود أو الحضور لأنه لحديثك مغزى ومعنى. أنت مولود جدي وحافظ الأسرار، تثير أعصابك الضجة والأحاديث الفارغة. هيك بتكون خلصت فقرتنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة بفقرة جديدة، وهلأ وقفة ومنرجع لـ MTV Alive.